طيب من تركيا نروح مع حضراتكم لتونس. المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي وصل إلى دور ثاني من انتخابات الرئاسة التونسية والتي ستجرى في 13 من أكتوبر المقبل. القروي موجود في السجن زي ما حضراتكم عارفين منذ يوم 23 من أغسطس الماضي على ذمة قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي. القروي قال هذه التصريحات: أنه موجود في السجن وأن كل محاولات الإفراج عنه فشلت بسبب الرفض مع تحالف حزب حركة النهضة التابع لتنظيم الإخوان الدولي، وأن هذا الحزب هو حزب خطر على الدولة التونسية. خلونا نشوف مع حضراتكم التقرير ده ونرجع نتناقش فيه. بعد الهزيمة الفادحة في الانتخابات الرئاسية التونسية، تحاول حركة النهضة الإخوانية كعادة التنظيم الدولي المنتمية إليها القفز إلى مركب المرشحين الفائزين في الجولة الأولى قبل أيام من انطلاق التصويت الحاسم. حركة النهضة الإخوانية باتت طرفا غير مقبول، خاصة بعدما عبر الشعب التونسي بإرادة حرة عن رفضه للتيارات المتطرفة والتي جاء ممثلوها في مراتب متأخرة بالجولة الأولى للانتخابات، حيث أكد المرشح بالانتخابات الرئاسية قيس سعيد أنه سيحافظ على استقلاليته ولن يتحالف مع أي تيارات، وأشار أنه سيطرح مشروعا وطنيا شاملا يتوافق مع مطالب الشعب التونسي. أما المرشح الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي فقد اتهم تحالف حركة النهضة الإخوانية وحكومة يوسف الشاهد بامتلاك جناح قضائي سري يتم استخدامه لإقصاء المعارضين وإبعادهم عن الساحة السياسية، وذلك بعد رفض إطلاق سراحه من محبسه. وشدد القروي على رفضه للتحالف مع تيار الإخوان الإرهابي بعدما اصطدم بإرادة الشعب التونسي. تصريحات المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد ونبيل القروي حسمت بلا شك رفضهما لأي شكل من أشكال التعاون مع حركة النهضة الإخوانية، وجاء موقفهما بعد الكشف عما تديره هذه الحركة الإرهابية من جهاز سري لتنفيذ اغتيالات سياسية وتغذية ظاهرة الإرهاب في البلاد منذ عام 2011.